عمي يحيى، لقد أخبرني أبي أنك خير من يحكي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تعرف الكثير عن سيرته. نعم يا أنس، لدي الكثير من القصص عن حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أرجوك عمي يحيى، احكي لنا كيف نزل الوحي على الرسول الكريم، أرجوك. ماذا أحدثكم عنه يا صغاري؟ وماذا عساني أقول؟ عمي يحيى، أخبرنا بكل شيء تعرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أرجوك يا عمي، نريد أن نعرف كل شيء، كل شيء. قل لنا القصة منذ ولد محمد صلى الله عليه وسلم. لكنني أريد أن أعرف كيف نزل عليه الوحي. حسنا يا أنس، سأقص عليكم كيف نزل الوحي على رسولنا الكريم، لكن دعوني أبدأ معكم من مولده وطفولته لتعرفوا كيف كانت حياته منذ البداية. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل، والهدوء يسود مكة بعد احتفال أهلها بالنصر على جيش أبرهة. شعرت آمنة بنت وهب بفرح يغمر قلبها وراحت تتطلع إلى السماء وقد تذكرت الرؤية التي رأتها قبل أيام. كانت تقوم وحيدة في الصحراء، وفجأة خرج منها نور عظيم ملأ السماء وأضاء ما بين المشرق والمغرب. دمعت عيناها وهي تنظر إلى رضيعها الذي مرت شهور حملها به دون معاناة. أهن يا زوجي يا عبد الله، إلى متى سأظل أناجيك كل ليلة؟ لماذا رحلت عني ولم يمر على زواجنا شهران؟ ها قد وضعت طفلنا يتيما لن يرى أباه. لا بأس يا زوجي، لا بأس، اطمئن، فأنا لم أشعر بأي من آلام الوضع التي تتحدث عنها النساء. انظر إليه ما أجمله، وما أجمل وجهه الذي يملأه النور. أتدري يا عبد الله، أشعر أن هذا الطفل سيكون له شأن، وأنه ليس كغيره من الأطفال. وأرسلت آمنة البشارة إلى جد الرسول صلى الله عليه وسلم. وبينما كان عبد المطلب عند الكعبة في نفر من سادات قريش، جاءه الخبر فغمره الفرح، فمحمد هو ابن ابنه عبد الله أحب أولاده إليه. ماذا ستسميه يا عبد المطلب؟ ها هنا تذكر عبد المطلب الهاتف الذي زاره في نومه، فكر قليلاً ثم كرر ما سمع: محمد. سأسميه محمد. ولم لا تسميه بأسماء آبائنا وأجدادنا؟ محمد ليحمده من في الأرض ومن في السماء. أستأذنكم الآن أيها الرجال، سأطوف بالكعبة الآن شكرا لله وحمدا له. كان من عادة أشراف العرب يا صغاري أن يرسلوا صغارهم مع مرضعات يقصدن مكة لأخذ الأطفال وتربيتهم في البادية لتقوى أجسامهم ويشتد عودهم ويتقنوا اللسان العربي. فلما قدمت المرضعات إلى مكة أسرعت كل منهن تبتغي أن تحظى بطفل من الأسر الميسورة يكون أهله قادرين على دفع الأجور، فحصلت كل واحدة على مبتغاها إلا حليمة السعدية. كانت حليمة قد خرجت من ديار قومها في بني سعد بصحبة زوجها ومعهما طفلهما
على أتان هزيلة وناقة تمشي بصعوبة، يحلمان بالعثور على عائلة غنية تريد أن ترسل طفلها إلى البادية. أتعبني الطريق المرهق إلى مكة، وابني يزداد بكاؤه كلما اشتد جوعه، وليس لدي لبن يكفي لإرضاعه. ماذا أفعل يا أبا عبد الله؟ المشكلة أننا لم نجد طفلا من أسرة غنية، كان سيساعدنا المال الذي نأخذه من أهله على مصاعب الحياة. هذه السنة سنة صعبة، فالمطر قليل والناقة لا تعطينا ما يكفينا من اللبن. لم يبق إلا ذاك الرضيع الذي أبت المرضعات أن يأخذنا، لأنه يتيم الأب. إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. ما دام يتيم الأب، فمن أين سنحصل على المال لإرضاعه؟ ونحن لا يمكننا أن نأخذ رضيعا بأجر زهيد، فما لدينا لا يكاد يكفينا. قلبي يحدثني أن أخذ هذا الصبي اليتيم لأرضعه. سآخذه، والله سآخذه. حسنا، ما دمت مصرة فخذيه، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. رجعت حليمة بالرضيع إلى قافلتها، فما إن وضعته في حضنها حتى فاض اللبن من ثدييها، فشرب حتى ارتوى، وشرب ابن حليمة أيضا حتى ارتوى، ثم نام الرضيعان. خذي يا حليمة، اشربي هذا اللبن. لبن؟ ومن أين أتيت به يا أبا عبد الله؟ لقد قمت إلى الناقة فحلبتها، وهذا اللبن لك، فلتشربي. فلتشرب أنت يا أبا عبد الله، فقد نال منك التعب كثيرا. لا عليك يا حليمة، فقد شربت حتى ارتويت وشبعت. ما أعجب أمر هذه الناقة، ألم تكن شحيحة اللبن هزيلة؟ بل ما أعجب أمر الطفل محمد، فمنذ أن دخل دارنا دخل الخير والبركة علينا، وما شكونا من شيء. ومع الأيام صار قدوم محمد الرضيع إلى ديار بني سعد مرتبطا بأبواب الخير، فقد اخضرت الأرض بعد جفافها، وأثمر النخيل كما لم يثمر من قبل، وسمنت الحيوانات، وصارت تعطي اللبن أضعافا. وتجلى ذلك كله في الاهتمام بمحمد الرضيع، فأحبه الجميع، وكان طفلا هادئا لا يبكي، فقد كان صلى الله عليه وسلم نسمة مباركة. حين بلغ الرضيع محمد العامين وتم فطامه، جاءت أمه آمنة إلى المرضعة حليمة وأرادت أن تأخذ ابنها معها إلى البيت. أرجوك أن تتركي محمدا عندنا حتى يشتد عوده، فقد صار بمقام ابننا عبد الله، وعزيز علينا أن نفارقه. وبعد طول حوار وافقت أمه على بقائه حتى أتم 5 سنوات من عمره، جرت فيها أحداث كثيرة، كان منها حادثة غريبة جدا. فبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم يلعب مع عبد الله بن حليمة، جاءه جبريل عليه السلام، وهو ملك أرسله الله تعالى، فألقى محمدا أرضا وأخرج من قلبه نقطة سوداء وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل القلب وأعاده مكانه بقدرة الله القادر على كل شيء. فلما علمت حليمة بذلك من الغلمان الذين كانوا يلعبون مع محمد خافت، ثم ردته إلى أمه آمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا له من موقف مهيب يا عمي، لابد أن عبد الله خاف كثيرا. صحيح يا أنس، فعبد الله وحليمة لم يعلما حينئذ أن هذه معجزة إلهية خص الله بها نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل يعني ذلك يا عمي أن مولد الرسول وطفولته كانت تشير إلى أنه سيكون له شأن؟ إن العبرة مما قصصته عليكم اليوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اصطفاه الله من بين خلقه ليكون هاديا للبشرية، فاختار له اسمه وعصمه من الخطأ عندما انتزع من قلبه حظ الشيطان. كم أحب أن أستمع لباقي القصة، لكن الوقت تأخر وسيقلق علي والداي إن تأخرت. انتظر قليلا يا أنس، نريد أن نكمل القصة. قصتنا لا تزال طويلة يا هاجر، لكنني أريد أن أسمع بقية القصة الآن. قصتنا طويلة يا هاجر، لن نستطيع أن نكملها في ليلة، فلنتوقف هنا الآن وأعدك أن أكمل لكم القصة غدا إن شاء الله. شكرا يا عمي يحيى. تصبح على خير يا عمي يحيى، نلتقي عند الصباح. حسنا يا هاجر، تصبحين على خير.